السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة رشيد انفو الكتروتيك. اليوم ان شاء الله غادي نقوم بتتمة الفيديو الثالث اللي هو غادي نشرحوا فيه يعني الخصائص ديال جهاز بوش او الكي تي اس يعني 650 او الانواع الاخرى كلها، فهي متشابهة في جميع يعني في طريقة العمل ديالها. كيف كتشوفوا يعني بعد ما شفنا قبل في الفيديو السابق شرح كيفاش انك تسكاني السيارة وكيفاش انك تعرف الكود ديال لي ديفو وكيفاش انك تيستي لي كومبونون كاملين اللي كاينين في السيارة، وكذلك تعرفنا على كيفاش انك تستعمل الملتيميتر اللي كاين في جهاز الكي تي اس، يعني بلا ما تحتاج انك تجي ملتيميتر وتكثر عليك الماتيريا، يعني بجهاز واحد يمكن لك تقوم بجميع الامور اللي انت باغيها باش تحدد المشكل اللي كاين في السياره. بقينا جينا يعني قمنا بالعمل على الملتيميتر كيف كتشوفوا، يعني حددنا كيفاش يمكن لك تيستي بها الفولتاج، وكذلك كيفاش انك تيستي بها الامبيراج وواحد الخاصيه ديال 1000 امبير اللي هي واعره بزاف، وكذلك الخاصيه ديال البازر كيفاش تيستي يعني شي خيط الا كان مقطوع ولا لا، وكذلك شرحنا الديود مود وغتلقاو الرابط ديال الفيديو اسفل هذا الفيديو كذلك. فغادي نجيو الخاصيه الاخرى اللي قلنا بغينا نتعرفوا عليها هي خاصيات الاوسيليسكوب. كيف كتشوفوا هذه هي خاصيه ديال هذه، يعني عندنا زوج ديال الملتيمتر. قبل ما نمشيو للاوسيليسكوب عندنا زوج ديال الملتيمتر، غادي نشرحوا الخاصيه ديال الملتيميتر ومن بعد نشرحوا خاصيه الاوسيليسكوب. كيف كتشوفوا هنا عندنا يعني كلامب ميتر، نقدروا نستعملوا زوج، يعني كلامب ميتر هذا مثلا نستعملوا له هنا على اليسار، مثلا نقدروا نستعملوا الاي سي ولا الدي سي ولا الاي اف اف، يعني نقدروا نختاروا حنا اللي بغينا. مثلا نختاروا هنا الدي سي وهنا نختاروا الاي سي، يعني ملي كنختاروا هاد جوج ديال الاختيارات كتكون عندنا يعني نقدروا نعبروا جوج ديال القيم اللي هي مختلفه في نفس الوقت، وهذه ميزه. كتشوفوا يمكن لينا هنا نعبروا كونتينيتي، وفي اتجاه اخر نقدروا نعبروا فولتاج اي سي ولا دي سي، يعني هذه ميزه اللي كيتمزج بها الجهاز ديال الكي تي اس. نجيو نكملوا التتمه، يعني نشوفوا الاوسيليسكوب. الاوسيليسكوب هذه هي الواجهه ديالو، هنا يمكن لينا نختاروا يعني القيمه ديال الامبيراج اللي يقدر يتحملها يعني هذا المنفذ ديال الاوسيليسكوب. ف احنا الا كنا عارفين القيمه نديروا القيمه نحددوها مثلا في 30 امبير، ما كناش عارفين القيمه نخليو القيمه في اعلى قيمه ممكنه. من بعد نختاروا لانه عندنا زوج ديال لي شانيل، عندنا شانيل واحد وعندنا شانيل زوج، فهنا يمكن لينا نختاروا ان نقراو تشانل واحد ولا تشانل زوج، او لا يمكن لينا نختاروا هنا تشانل واحد وهنا نختاروا مثلا تشانل زوج، يعني هاد المسألة كتبقى خاصة بنا. وعندنا هنا المود نقدروا نختاروه المانيويل ولا الاوتو ليفل ولا اوتو تايم، احسن حاجة نخليو اوتو ليفل. ومن بعد ما حددنا هنايا السينيال غادي يجينا مثلا من شانل واحد، يعني غادي نشوف المعطيات ديال مثلا كابتور كي كنقولو ريجيم موتور او لا كرانك شافت او الكام شافت، يعني كابتور ديال الفولو موتور ولا كابتور ديال لومبرا كام. وكذلك نقدرو نتيستيو الدي بي متر، يعني السينيال اللي كيجي من الدي بي متر، كذلك يمكن لينا نتيستيو يعني لا بريسيون اللي كتجي، يعني السينيال ديال لا بريسيون ديال الكوموراي، يعني يمكن لينا نتيستيو بزاف ديال الامور. كيف كتشوفوا هنا عندنا بزاف ديال الاختيارات اللي هو نكبروا الاشاره يعني باش تبان لينا بشكل مزيان، يعني نقدروا نكبروها يعني عندنا 80%، كيف كتشوفوا حتى 80% والاشاره تبان بشكل كبير وواضح بزاف. كذلك هنا يمكن لينا نوقفوا هذا التيست هذا من خلال الاف 4، يمكن لينا نوقفوا التيست ونزيدوا لقدام يعني ولا نرجعوا للور، يعني مثلا واحد السينيال اللي داز وما قدرناش اننا نداركو يمكن لينا نرجعوا، يعني انك تبقى جميع هذه الامور مسجله كانها فيديو، ويمكن لينا نرجعوا بالداتا اللور ونشوفوا يعني الخلل فين كاين. يمكن لينا من خلال جهاز الاوسيليسكوب نحددوا واش الاشاره اللي مرات قبل في واحد الحساس واش يعني مزيانه ولا لا، يعني وغادي نقوموا بشرح يعني طريقه قراءه الاشاره ديال الاوسيليسكوب وانواع الاشاره ديال الاوسيليسكوب، وكيفاش نعرفوا الاشاره واش مناسبه ولا ما مناسباش، ومنين نقدروا نجيبوا المعطيات يعني اللي خصها تكون عندنا، يعني الاشاره اللي خصنا نحصلوا عليها باش نقارنوا معاها، منين نقدروا نجيبوا هاد المعلومات ديال هاد الاشارات هادو.
ويعني كذلك هنا يمكن لنا نكبروا نشوفوا التوقيت يعني بالميلي سكوند. كيف كتشوفوا يعني 10 ملي سكوند، 20، 50، 100، 200، يعني هنا باش تبان لك الاشاره بشكل واضح، يعني غادي تكبر الاشاره لاقصى درجه ممكنه يعني. واذا جيتوا تشوفوا في القناه راه غتلقاو واحد الشرح على الاشاره ديال الاوسيليسكوب، درت الكومينيكاسيون مع واحد الطابلو لانستريمون ديال الفولكسفاجن، وشرحت فيه الاشاره كيفاش كتكون ديك الاشاره ديال الكومينيكاسيون كان، وكيفاش ملي ما كتكونش الكومينيكاسيون شنو كيوقع، ملي كتكون كيف كتكون الاشاره ديالها، وكيفاش نتعرفوا عليها واش راه مزيانه ولا لا، هكا باش نحددوا المشكل ديال الكان، واش كاين في مثلا شي سياره ما كديماريش ولا شي حاجه، وبغينا نعرفوا الكومينيكاسيون مثلا ملي كنجيو نكومونيكيو مع الكالكيلاتور موتور ما كنقدروش ندخلوا ليها، ولا مع الاي بي اس ولا مع الايرباك ما كنقدروش نتواصلوا معاه، فكيفاش خصنا نعرفوا واش المشكل عندنا في لاباري اللي كنسكانيو بها، ولا المشكل عندنا في الكالكيلاتور اللي بغينا نديرو كومونيكاسيون معاه. كيف كتشوفوا انا كنكبروا الاشاره يعني بالتوقيت اللي بغينا، يعني كنبينوا الاشاره كنكبروها باش تبان لنا بشكل واضح. شنو اخر يعني هذه الامور اللي كاينه حاليا يعني في الاوسيليسكوب، يعني هاد زوج الاختيارات يعني ترجع بالاشاره اللور ولا تكبرها، يعني هذه هي الخصائص، وهاد الخصائص كنظن انها كافيه في مجال ديال صيانه او كهرباء السيارات. فبقالت لنا يعني غادي نشوفوا الخاصيه الاخرى اللي كاينه من غير الاوسيليسكوب، يعني هنا يمكن لنا نختار زوج ديال الاوسيليسكوب يعني في نفس الوقت. كيف كتشوفوا يعني هنا يمكن لنا نحدو يعني لومبيراج كيف العادة، عرفنا لومبيراج نديرو ما عرفناش ما نديروش، هنا نحددو يعني السينيال بليس ولا موان، كذلك شانيل واحد شانيل دو، وكذلك عندنا المكان الآخر اللي يمكن لنا نحددو فيه الشانيل الأخرى، يعني يكون عندنا بزوج في نفس الوقت. كيف كتشوفو عندنا لابارتي ديال شانيل واحد مثلا، وهنا عندنا لابارتي ديال شانيل دو كيف كتشوفو، يعني هنا لابارتي ديال الشانيل دو، هنا عندنا لومبيراج يعني في هاد المنطقة اللي الفوق عندنا لومبيراج، حيت هنا كنعمرو لومبيراج وهنا كنعمرو الفولتاج، يعني حنا نقدرو نغيرو هاد المعطيات هادي كاملة، واش بغينا نعبرو لومبيراج ولا نعبرو الفولتاج ولا، يعني داكشي كيبقى على حسب النوع ديال التيست اللي حنا بغينا نديرو. كيف كتشوفو فوالا، كيف كتشوفو يمكن لنا نختارو هنا امبيراج ولا نختارو انه يكون عندنا الفولتاج، فملي كنختارو 100 امبير 600 امبير هنايا في تشانل دو كيف كتشوفو، يعني عندنا اليو كنختارو الفولتاج، وعندنا ملي كنحددو 100 مثلا راه كنختارو اننا نقراو الامبيراج، فغالبية الوقت كنختارو الامبيراج يعني الفولتاج، غالبية الوقت كنختارو الفولتاج. ف يعني خصائص زوينه، يعني نقدروا نحددوا شحال فولت بغينا، يعني احسن حاجه انك دير 200 فولت ومن بعد تدخل تبدا تعدل ملي تعرف السنيه اللي خارج، يعني تبدا تنقص يعني تهبط الفولتاج للحدود اللي انت بغيها، ولكن ديما يعني مثلا باغي تيستي 10 فولت ماشي تجي دير 10 فولت ديريكت، يعني خصك دير مثلا 50 فولت، دير 100 فولت باش حتى الا كان شي يعني كان الفولتاج طالع على داكشي اللي انت كنت متوقعه ما يوقعش لك مشكل في لاباري وتبقى لاباري مزيانه. فهذه يعني بالنسبه لجهاز كا تي اس غالي بزاف، فالاغلبيه كيخافوا انه يستعملوا في هذه الخصائص ديال الملتيمتر وسميتو، لانه كيخافوا يوقع شي كي كنقولوا تقلب الاطلاق تلاقاو شي سلوك ولا كذا، ويقدر يضطر هادشي على جهاز الكا تي اس، لكن هاد الامور راه كاينه في الجهاز، يمكن الواحد انه يستافد منها الى عرف كيفاش يعمل بالجهاز بشكل اللي هو مناسب. وكان بانه هادشي يكفي بالنسبه لجهاز الكا تي اس بالنسبه باش نتعرفوا على الاوسيليسكوب والملتيمتر، يعني هادي جوج ديال القياسات اللي هي مهمه انها تكون في اي جهاز، وغادي نمشيو كذلك نتعرفوا على بعض المعلومات الاخرى الموجوده في جهاز الكا تي اس وفي فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشاركوا على قناه اليوتيوب وكذلك على صفحه الفيسبوك باش توصلوا كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.